مواقف غريبة ومدهشة حدثت في كرة القدم هذا العام 2021، لن تصدق ما سترى. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في كل عام وفي كل موسم تتجدد الأحداث والأهداف والمواقف في عالم كرة القدم، ولكننا بالطبع في هذا الفيديو سنشاهد المواقف الغريبة والمدهشة التي حدثت في كرة القدم هذا العام 2021. لنبدأ. بإمكانكم أن تشاهدوا عثمان ديمبلي أثناء تنفيذ هذه الركنية كيف سقط ووقع على الأرض بهذه الطريقة. ركزوا جيدا على أرتولو فيدال وكيف يقوم بتقبيل شعار يوفنتوس بينما يسلم على صديقه. هذا اللاعب هنا يحاول إلهاء الحارس بالقيام بفك القفازات بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب وقام بتمريرة رائعة إلى زميله بهذا الشكل، فانظروا كيف الأخير قام بضربها بقدمه وبدلا من وضعها في الشباك أخرجها من الملعب. بعد أن وصلت الكرة لرونالدو شاهدوا كيف سددها ليقوم اللاعب بإخراجها من داخل المرمى، وهنا رونالدو يعترض لأنه لم يتم احتسابها هدفا. هنا زميل راكيتيتش أثناء المقابلة الصحفية يقوم بإضحاكه، فشاهدوا ماذا فعل راكيتيتش وكيف وقف أمامه وأخذ يحاول إضحاكه. مد هذا المدير الفني يده للسلام، لكن انظروا تعابير وجه الحكم كيف تبدو. خطأ فادح كاد أن يكلف الحارس هدفا في شباكه لولا مدافع تشيلسي الذي ضرب الكرة بقدمه. بعد أن اخترق دي ماريا الدفاع مرر كرة بشكل رائع إلى زميله إيكاردي والذي وضعها هدفا في الشباك. انظروا إلى انطلاقة هالاند الرائعة والذي أخذ منها انفراد ووضع هدفا رائعا على يمين حارس المرمى. شاهدوا هذا الحكم كيف تعرقل في وسط الملعب وقطع الكرة من اللاعب. بعد أن راوغ هذا اللاعب الحارس والذي أفلتت منه الكرة، قام بضرب المهاجم وإيقاعه أرضا، وهنا الحكم احتسب خطأ ضده. انظروا كيف يعترض. شاهدوا هذه المحاولة من لاعب إشبيليا لإمساك ميسي وإيقافه. بعد أن وصلت الكرة إلى لاعب توتنهام، شاهدوا كيف ضربها بهذه التقنية الجميلة بأن قام بلف ساقه بهذا الشكل ليحرز هدفا رائعا للغاية. هذا الحكم أخذ يوزع البطاقات الصفراء، فشاهدوا اللاعبين والذين لم يعجبهم الأمر وانقضوا على الحكم لضربه. حاول هذا الحارس أن يقوم بإرجاع الكرة إلى اللاعب، لكنه تعرقل ووقع بهذا الشكل، وكاد لاعب الخصم أن يسجل هدفا في الشباك لولا أن حدث الدربكة وأمسك الحارس الكرة. لنرى معا لاعب ريال مدريد والذي تقدم بهذا الشكل وراوغ الحارس وسدد كرة خارج الشباك. شاهدوا نظرات زيدان. يبدو أن أحدهم قام بإرسال طائرة درون غير المحظوظة والتي كسرها هذا اللاعب. نعم، محاولة أخذ الكرة من اللاعب أرنولد لمس وجه فينيسيوس الذي وقع، فاحتسب الحكم خطأ ضده، فانظروا كيف يصرخ. زلاتان إبراهيموفيتش بطريقة جميلة يرفع الكرة ويمررها بالكعب إلى زميله، فانظروا كيف أضاع الفرصة بهذا الشكل. بينما كان الحارس خارج ملعبه استغل هذا اللاعب الأمر وسدد كرة من هذه المنطقة ليحرز هدفا بهذا الشكل والشباك خالية تماما. لنرى معا وسط هذه الدربكة من اللاعبين كيف وصلت الكرة إلى هذا اللاعب والذي قام بضربها كرة بالكعب ليحرز هذا الهدف المميز. خطأ فادح من حارس أرسنال، فبعد أن سدد هذا اللاعب الكرة مرت بين أقدام الحارس ودخلت إلى الشباك.
لنشاهد هؤلاء اللاعبين كيف يركضون ويهربون من الجماهير بعد أن انتهى ميرانهم الليلي. دي ماريا يستلم الكرة ويمررها إلى نيمار والذي كاد يضعها في الشباك، لكن الغريب شاهدوا كيف قام بواتينغ بإخراج الكرة ليتنفس أصدقائه الصعادة. من كرة الركنية كاد ميسي أن يضع كرة في شباك ريال مدريد، لكنها ارتطمت بالقائم كما تشاهدون. بيبي هو اللاعب الوحيد الذي يتقاتل مع نفسه، وليس هذا فقط، بل انظروا كيف افتعل شجارا مع زميله في فريق بورتو. بينما يمشي هذا اللاعب بالكرة تعرقل لوحده دون أن يمسه أحد، فكاد الحكم أن يحتسب خطأ ويعطي اللاعب الكرت الأصفر، لكنه اعترف للحكم أنه وقع لوحده. فشاهدوا هذه الروح الرياضية الرائعة. هنا غرينوود أثناء احتساب خطأ مرر الكرة بين أقدام الحكم. بعد أن انزلق هذا اللاعب أوقف الكرة من خصمه، لكن شاهد المدرب كيف سحب الكرة منه بهذا الشكل. بالطبع لا يحق له التدخل في المباراة. في مباراة غرناطة وإشبيليا قام الحكم بإيقاف المباراة قبل موعدها، فقام بعد ذلك بإرجاع اللاعبين إلى الملعب لاستكمال ما تبقى من المباراة من دقائق. وقف هذا اللاعب لكي يقوم برمية التماس، لكنه ضرب لاعب الخصم في وجهه بهذا الشكل. فرصة على طبق من ذهب أضاعها اللاعب تيمو فيرنر أمام الحارس كورتوا. ركلة حرة ثابتة وضع هذا اللاعب بالشباك، وذلك بسبب أن رونالدو لم يقفز مع اللاعبين وقام بحماية وجهه. تقدم الحكم ليلحق على هذين اللاعبين قبل القتال، لكنه انزلق ووقع بهذا الشكل. مناوشات كلامية بين هذين اللاعبين، لكن شاهدوا هذا اللاعب كيف بصق بوجه خصمه. هنا زلاتان إبراهيموفيتش يقوم برفع قدمه الطويلة للغاية من فوق هذا المشرف. شاهدوا لكمية الفرص الضائعة وكيف للكرة أن ليس لها نصيب بأن تدخل إلى الشباك بعد أن تصد هذا اللاعب كرة زميله. يمكنكم أن تشاهدوا هذا الهدف لتيمو فيرنر بدون أن يقوم بأي شيء خاطئ. هنا يرتعب هذا المشرف أثناء نزوله من الباص ورفع مسدس الحرارة عليه. يبدو أنها إحدى التقاليد قبل المباراة بكسر بيضتين بهذا الشكل. من كرة الركنية تصل إلى لاعب مانشستر يونايتد، فيقوم بتغيير اتجاهها لتصل إلى زميله فيضعها بهذا الشكل الغريب في الشباك. هنا عند تبديل جواو فيليكس وإخراجه من الملعب شاهدوا غضبه وما ردة فعله على هذا الأمر. كرة رائعة تصل إلى موراتا بهذه الطريقة، فشاهدوا كيف رفعها بروعة من فوق الحارس وانقلب لتضيع الكرة منه ويستمر هو جالس على الأرض. تقدم هذا اللاعب بعد مراوغة الحارس ليضرب الكرة فترتطم بالقائم وترجع إلى زميله الذي سددها نحو الشباك الفارغة، لكنها ارتطمت بحكم المباراة وخرجت من الملعب. هنا ميليتاو يرجع الكرة إلى كورتوا، فشاهدوا كيف كانت أن تدخل إلى الشباك لولا أن لحق عليها كورتوا. هذا اللاعب هنا تصل إليه الكرة وسط دربكة من الدفاع، فسددها لترتطم باللاعب وما زال يقوم بتسديدها وترتطم في وجه اللاعبين. يمر فينيسيوس جونيور من أمام لاعبي أتلانتا وبطريقة رائعة يخترق الدفاع، لكنه يضرب الكرة لتخرج من الملعب. انظروا إلى ردة فعل راموس على هذا الأمر. هنا تم طرد مدرب أولمبيك مارسيليا، فشاهدوا كيف صعد ليجلس على مقاعد الجماهير. غريبة هذه الفرصة التي أضاعها ساديو ماني، فكان بإمكانه وضع الكرة مباشرة بالشباك دون أن يقوم بمراوغة أحد. وقف لاعب نابولي أمام الكرة، وكل لاعب ينتظر من الآخر أن يقوم بتسديد الكرة
إلى أن ضاعت بهذه الطريقة. هنا حارس مرمى إيبار يتم إعطاؤه ركلة جزاء فينفذها بكل روعة في مرمى أوبلاك. بعد أن قام بالراتي بإيقاع لاعب مانشستر سيتي أرضا، شاهدوا كيف قام باراديس برمي الكرة على اللاعب ما أثار غضب زميله وأخذ يحاول الاقتتال إلى أن أخذ الكرت الأصفر. يمكنكم أن تشاهدوا مدافع باريس سان جيرمان كيف وبكل روعة قام بإيقاف هذا الهجوم على فريقه وقطع الكرة. هل يمكنك أن تلاحظ شيئا غريب؟ نعم، إنها البطاريق التي تمر من هنا. شاهد الحكم كيف قام بالتفافة ليفحص كامل الملعب بنظره. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.